كما قلت الحمد لله ما عليا الا نهني اللاعبين كاملين الكبار اللي صغار، ونهني الاطر المراكشيه اللي سهرات على هاد اللاعبين في طيله السنوات اللي قدموا لنا العديد من اللاعبين اللي بينوا على 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 مستوى عالي. فهذا عمل ديال الاطر. ما نهني اللعابه لان دخلوا بواحد القتاليه كبيره، كذلك جميع الاطقم، لا الطاقم التقني ولا الطبي ولا كل شيء، ولا المكلف بالامتياز، كل شيء يعني للصائغ، كل شيء يعني من شهر ونص وحنا كنا في معسكر، كان كل شيء تيقوم بواحد العمل كبير. اداره والسيد الرئيس اللي وفروا لنا واحد اللاعبين، وفروا لنا الظروف كامله، وفروا لنا اللاعبين اللي في المستوى العالي. الحمد لله يعني المباراه تكتيكيا ضغطنا تقريبا، خدينا مخاطره كثيره، لان في الخلف كنا كنلعبوا واحد ضد واحد، ما كانش عندنا التغطيه باش لعبنا معاهم تقريبا 94 دقيقه اللي درنا الضغط العالي، وهذا شيء شويه صعب في كره القدم، ولكن كنا تنتغلبوا على هذا بالاستحواذ على الكره، خرجنا الكره من القلب، ضيعنا في الشوط الاول فرص. فريق خصم راه فريق كبير جدا، عنده مدرب على المستوى والطراز العالي، يعني تاقلمنا حنا يعني خططيا او تكتيكيا تاقلمنا اكثر على الخصم. لما كنتشكوا عندنا الكره كنلعبوا اللاعب ديالنا، كنحاولوا نقلبوا على المساحات، والمساحات في دار الدفاع ديال فريق الوداد وما بين الخطوط. ويعني ملي ما تكونش عندنا الكره اليوم تاقلمنا بشكل كبير، وضغطنا تقريبا رجل لرجل طيله المباراه. الحمد لله كان يمكن لنا نسجلوا، حتى هما كان يمكن لهم يسجلوا. كتبقى مباراه يعني جميله بين فريقين اللي جميلين، والحمد لله يعني.